واحد بيقول في يوم الخميس 7/6 شاهدت بالصدفة في برنامج تلفزيوني وهو القصة وما فيها على القناة الأولى تقرير حول الزواج والطلاق في المسيحية، واتكلم فيه نيافة الأنبولة، وبعدين تكلمت كاتبة مؤلفة كتاب حول هذا الموضوع، مش هقول اسمها طبعا، بتقول ان قبل البابا شنودة ب4 بطاركة كان هناك 9 اسباب للطلاق في الكنيسة، وكثير من مثل ذلك. فبيقول مطلوب الرد على الكلام ده. هو اللي حاصل ان كانت في لائحة للاحوال الشخصية للزواج والطلاق اصدرها المجلس الملي 1938، وفيها اسباب كثيرة للطلاق، وهذه اللائحة كانت من اشخاص غير دينيين، يعني مش ملهمش دراسة دينية، والمجمع المقدس موافقش عليها، لدرجة ان قداسة البابا مكاريوس الثالث فيما بعد 42 او 43 مش فاكر، قال ما فيش سبب للطلاق غير الذم، واتكلم ضد هذه اللائحة، وكثير من الكهنة اتكلموا ضد اللائحة دي، فهي لا تمثل الإيمان المسيحي ولا تمثل الآباء البطاركة السابقين. دي لائحة أصدرها المجلس الملي العام 1938 من أشخاص ليست لهم دراسة دينية. احنا لما جينا حبينا نرجع الامور لاوضاعها السليمة، حسب الاوضاع السليمة في الانجيل 4 مواضع عن الطلاق فقط لعلة الزنا، في متى 5:32، وفي متى 19:9، وفي مرقس 10:11، وفي لوقا 16:18 من فم السيد المسيح نفسه. فليس لنا ان نغير تعليم السيد المسيح بكلام اصدره اشخاص غير دارسين في ذلك الحين، بتضم الى مسألة الزنا مسألة تغيير الدين، ودي موجودة في الكتاب المقدس ايضا في كورنثوس الاولى 7:15. فالاخت اللي اتكلمت دي هي مش دارسة العقيدة المسيحية، وهو يعني لما يجي البابا شنودة ويلاقي فيه اخطاء موجودة في الماضي ولما يصلحها يبقى التصليح ده شذوذ، ولا التصليح لازم عشان ما يستمرش الخطأ كما كان في الماضي، وخصوصا ان الخطأ صدر في لائحة من اشخاص غير دارسين للعقيدة.